والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال مع مصطفى نزار. مصطفى. شكرا محمد عبد الله، شكرا إلهام نمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. شهد مقر الهيئة العربية للتصنيع توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين الهيئة ومصنع العوازل النموذجية العالمي للصناعة بالمملكة العربية السعودية. يذكر أن هذا الاتفاق هو عقد تصنيع حقيقي بالإضافة لكونه توطينا لتكنولوجيا حديثة ومتطورة وباستخدام تكنولوجيا النانو، ويخدم متطلبات الصناعة في مصر في مجالات متنوعة وكذلك التصدير للدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة. دي بداية تعاون جميل بين الأشقاء العرب، بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإخوة المصريين هنا في الهيئة العربية للتصنيع. نبدأ معا إن شاء الله في هذا المشروع الرائد، والمشروع ده بيتمتع أو بينتج طبقا لتقنية النانو تكنولوجي، وده مشروع جديد وإن شاء الله يبقى لفايدة الإخوة في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وإن شاء الله يبقى بوابة كمان للمنطقة العربية كلها ولإفريقيا. تم اختيار موقع مصر كدولة عربية للموقع الاستراتيجي اللي تمتلكه دولة مصر. مصر اليوم تعتبر نافذة على دول شمال إفريقيا بالكامل، بل هي منافذة على قارة أفريقيا. تم تحديد المصنع ليكون عندنا مصنع داخل الوطن، داخل المملكة العربية السعودية، والمصنع الآخر يكون داخل دولة مصر للاستفادة من موقع البلدين وعلاقة البلدين، ويكون أي عملية ديستربيوتر أو عملية توزيع أو عملية بيع خلال القارة فيما يخص قارة أفريقيا بإذن الله حتكون عن طريق دولة مصر بإذن الله عز وجل. شهد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين افتتاح موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول الزراعية على مساحة 10 أفدنة بقرية الدقدوق التابعة لمركز دسوق، وأدار المحافظ حوارا مفتوحا مع صاحب الحقل والمزارعين للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول. بنشد كل المزارعين والفلاحين ان هم يقوموا بتوريد الكميات اللي عندهم للجهات اللي هي المسوقه. حضرتك عايزك في عندنا لجنه في كل صومعه، في كل موقع لجنه مكونه من 5 افراد على راسهم مفتش تموين وعضو من سلامه الغذاء وعضو من الزراعه وعضو من الجمعيه الابانيه عشان الوزن، واحنا في لجنه وفي غرفه عمليات في المديريه وفي كل الادارات، ومرتبطين مع غرفه عمليات الوزاره والمحافظه، بنتابع يوم بيوم كميات المورده. عندنا حقل مزروع على مصاطب، يمكن الطريقه ديت بنحاول في وزاره الزراعه ان احنا نعمل عمليه نشر لها على مستوى الجمهوريه. بدات بعمل 350 حقل ارشادي على مستوى محافظه كفر الشيخ لنشر التوصيات الفنيه والطريقه الخاصة بزراعة القمح على مصاطب. يمكن بنقول أن الطريقة دي من ضمن فوائدها توفير كمية التهاوي، من ضمن فوائدها برضو أن أنا بوفر كمية المية المعطاة للحقل بمعدل 25% من كمية المية المقررة للحقل. يعني حصان في سدس 14 الانتاجية بتاعته فوق 20 أرداب، فوق 20 أرداب، والمعاملات الزراعية بتوجيه مركز البحوث والإرشاد الزراعي نفذناها، وإن شاء الله المحصول جيد، إن شاء الله بإذن الله المحصول جيد. زارعين 3 أنواع من القمح، 95 و71 و614، إنتاجية لا بأس بها والحمد لله تحت إشراف الإرشاد الزراعي والدنيا تمام، وإن شاء الله طمعانين في وجه الله إن الإنتاج يزيد بعد كده كمان.
أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، بينما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع، وفيها ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.148 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بما نسبته 2.4% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بما نسبته 2.9% ليسجل ويغلق عند مستوى 4674 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فتراجعت أسعار النفط متأثرة بالمخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة صادرات النفط الروسية، هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 2.7% لتصل إلى 78 دولار و5 سنتات للبربيل، هذا وقد تراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.88% ليسجل 74 دولار و3 سنتات للبربيل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.18% لتسجل 2.42 دولار للتر الواحد، وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 2.9% لكل مليون وحدة حرارية لتسجل 2.20 دولار. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد حرص بلاده على توطيد تعاونها الاقتصادي مع جميع الشركاء سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي والأورو متوسطي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي مع سفير مملكة إسبانيا في تونس، والذي تم خلاله التطرق لمختلف أوجه التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين الصديقين والفرص والإمكانيات المتوفرة لتعزيزه وتنويعه في الفترة القادمة، خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. انتهت أخبارنا الاقتصادية مشاهدين الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع إلهام نمر ومحمد عبدالله. أشكرك جزيلا شكرا مصطفى.